منخفض البحر الأحمر يتعمق فوق المملكة خلال اليومين القادمين، يجلب معه رياحا نشطة السرعة بشكل كبير وموجات غبارية على فترات تكون كثيفة في بعض من المناطق، وفرص لبعض الأمطار قد تكون رعدية لكن في بعض الأجزاء. التفاصيل بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد، شكل مستقبلك، المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. ما زالت الخرائط الجوية تشير إلى امتداد ما يسمى بمنخفض البحر الأحمر باتجاه الشمال باتجاه المملكة، يقابل ذلك امتداد للمرتفع الجوي السيبيري فوق الأراضي العراقية. هذا التلاقي ما بين النظامين الجويين يؤدي إلى اندفاع لرياح نشطة جنوبية شرقية تعمل على إثارة الأتربة والرمال وحدوث ما يسمى بموجات غبارية كثيفة تمتد خلال اليومين القادمين. هذه الرياح نشطة من شأنها أن تجعل أو تزيد الإحساس من البرودة وتكون ذات هبات قوية أحيانا خاصة في المناطق الشفا غورية وأيضا مناطق البحر الميت وأيضا جبال الشرع. هذا أيضا ماذا تظهره خرائط النمذج الحاسوبي لاستشعار سرعة الرياح. فكما نلاحظ إذن هذه الرياح الجنوبية الشرقية المشار إليها باللون الأصفر وأيضا هذا اللون البرتقالي ينم على وجود سرعات عالية للرياح بشكل عام. هذه الرياح توقع أن تصبح قوية السرعة مع ساعات مساء يوم السبت، مسببة حدوث موجات غبارية في أجزاء مختلفة من المملكة، تكون في بعض الأحيان كثيفة إلى حد أنها تحجب الرؤية الأفقية وتعيق المسير خاصة على الطرقات الصحراوية. كما تكون هذه الرياح قوية على المناطق الشفا غورية والأغوار ومناطق البحر الميت إضافة إلى جبال الشرع. الأمر الذي يستدعي من الإخوة المزارعين الانتباه بتثبيت المقتنيات والبيوت البلاستيكية في هذه المناطق. تستمر الرياح الجنوبية الشرقية عموما خلال ليلة السبت على الأحد ونهار يوم الأحد كما نلاحظ، مسببة المزيد من الانتشار للغبار في الأجواء على شكل أتربة مثارة وموجات غبارية، وتزيد هذه الرياح من الإحساس بالبرودة بشكل لافت خاصة في ساعات الليل بمشيئة الله تعالى. بالنسبة أيضا لتوقعات الهطولات المطرية، فهذا الامتداد لمنخفض البحر الأحمر يؤدي إلى هطول أمطار رعدية غزيرة على المملكة العربية السعودية وأيضا أجزاء واسعة من جمهورية مصر. والامتداد لهذا المنخفض البحر الأحمر قد يؤدي إلى امتداد بعض الزخات من الأمطار مع ساعات مساء يوم السبت إلى المنطقة الجنوبية من المملكة، حيث من المتوقع مع ساعات مساء هذا اليوم أن تشهد بعض الأجزاء الجنوبية هطولا لبعض الأمطار التي ربما تكون رعدية غزيرة في بعض الأنحاء، ويشمل هذا التوقع أيضا مدينة العقبة. أما باقي مناطق المملكة فتنتشر بها السحب والغيوم بشكل لافت خلال ساعات هذه الليلة ونهار يوم غد، مع اشتداد في سرعة الرياح والأجواء المغبرة التي تحدثنا عنها قبل قليل، مع أيضا فرص لأن تمتد أحيانا بعض الأمطار التي قد تكون طينية الطابع بشكل عام خلال 24 ساعة القادمة. لكن فرص الأمطار الرئيسية إن حدثت تتركز في المنطقة الجنوبية وتكون على شكل أمطار ما بين الحين والآخر، وربما تكون رعدية غزيرة في بعض النطاقات. وبهذه المناسبة دائما ندعو جميع الإخوة المواطنين والمقيمين في المملكة بالابتعاد عن مجاري الأودية والمنحدرات والشعاب ومجاري السيول في المنطقة الجنوبية خوفا من جريانها، إما بسبب الأمطار الهاطلة التي تهطل فعليا داخل أراضي المملكة أو ما يسمى بالسيول المنقولة التي قد تأتي من داخل المملكة العربية السعودية باتجاه المملكة نتيجة هذه الأمطار بشكل عام. هذه الفرص للأمطار تتراجع بشكل لافت مع ساعات مساء يوم الأحد، والأجواء بوجه عام تبقى مغبرة مع استمرار في الرياح النشطة بشكل عام. بالنسبة لهذه الحالة الجوية فهناك توصيات هامة لهذه الحالة السائدة سنستعرضها بعد قليل. أما هذه الليلة فالأجواء تكون في العاصمة عمان على شكل رياح نشطة وأتربة مثارة ودرجة حرارة صغرى 14 درجة مئوية، لكن قد نشعر بأن الأجواء أبرد من ذلك من وقت إلى آخر بسبب ارتفاع في سرعة الرياح. تتهيأ الفرص لهطول الأمطار في المنطقة الجنوبية كما تحدثنا، قد يسحبها الرعد أحيانا وقد تكون غزيرة لبعض الفترات، ويشمل هذا التوقع أيضا مدينة العقبة. في ساعات ما بعد منتصف الليل وفجر يوم الأحد ربما تمتد بعض الزخات المحلية من الأمطار إلى مناطق أخرى لكن بشكل عشوائي، وتكون
طينية الطابع، وقد تصل العاصمة عمان ولكن بشكل أمطار محلية بشكل عام. نستعرض الآن توقعات الأحوال الجوية في مدن ومحافظات المملكة اليوم الأحد بالتفصيل، ونبدأها من المنطقة الشمالية. في إربد 25 إلى 16، في عجلون 22 إلى 14، وفي جرش من 24 إلى 14، وفي مفرق من 25 إلى 12، مع أتربة مثارة ورياح نشطة في هذه المناطق مع فرص ضعيفة لبعض الأمطار المحلية نهارا. العاصمة عمان 22 إلى 12، وفي البلقاء من 22 إلى 15، وفي مأدبة من 24 إلى 13، وفي البحر الميت من 30 إلى 21 درجة مئوية، وفي الزرقاء من 25 إلى 13 درجة مئوية. أيضا رياح نشطة وأتربة مثارة وانتشار للسحب والغيوم وفرص لأمطار محلية، لكن هذه الفرص ضعيفة. المنطقة الجنوبية الوضع أفضل قليلا من ناحية المطرية كفرص، هناك فرص لأن تشهد بعض الأجزاء منها احتمالية لهطول أمطار محلية قد تكون رعدية الطابع في بعض النطاقات الجغرافية الضيقة مع وجود الرياح النشطة وأيضا الأتربة المثارة. فدرجة حرارة في الكرك 22 إلى 13، في الطفيلة من 20 إلى 14 درجة مئوية، في جبال أشرة من 18 إلى 12 درجة مئوية، وفي معان من 21 إلى 13، أما في العقبة فترتفع العظمى إلى 27 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى ليلا 20 درجة مئوية. شرقا تكون أيضا الأجواء بها مغبرة ورياح نشطة وأتربة مثارة، وتصل في أروشد إلى 24 درجة مئوية في ساعات النهار والصغرى 14 درجة مئوية، وفي الصفاوي من 25 إلى 10 درجات، وتكون في الأزرق من 26 إلى 12 درجة مئوية. قبل الختام توصيات هامة للتعامل مع هذه الأحوال الجوية السائدة في المملكة وتوقعات الأحوال الجوية خلال 3 أيام القادمة. إذن يوم الأحد درجة حرارة 22 درجة مئوية والأجواء بوجه عام مغبرة مع فرص لبعض الأمطار المحلية كما تحدثنا، ليلا 12 درجة مئوية والأجواء أيضا تبقى بشكل عام رياح نشطة وأتربة مثارة، لكن يبدأ تراجع منخفض البحر الأحمر اعتبارا من ليلة الأحد على الاثنين، يتراجع تأثير هذا المنخفض منخفض البحر الأحمر عن المملكة يومي الاثنين والثلاثاء مع أجواء تكون مستقرة إجمالا وتصبح الرياح أقل هدوء أو أقل سرعة أكثر هدوءا. درجة حرارة في ساعات النهار 22 إلى تقريبا 22 درجة مئوية، وليلا ما بين 12 إلى 11 درجة مئوية. أيضا التوصيات الهامة بشأن الأحوال الجوية السائدة في المملكة، أهمها الانتباه من مخاطر الغبار إما بتأثيره على مدى الرؤية الأفقية وبالتالي المسير على الطرقات، أو بتأثيره الصحي على مرضى الجهاز التنفسي والعيون. الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول في المناطق تحديدا الجنوبية من المملكة، وأيضا حتى مناطق الأودية والمنحدرات خوفا من جريانها بسبب هذه الحالة المطرية. وأيضا ندعوكم إلى أيضا الانتباه من خطر شدة سرعة الرياح، وأيضا من حدوث هذه الهبات الرياح خاصة على المزارعين في المناطق الشفاغورية بسبب طبعا البيوت البلاستيكية وتأثيرها على المقتنيات الخارجية. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة، دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد، شكل مستقبلك، المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.